السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ادنس جميلة جدا اسمها جلاسات، دي تبع جرو. هي الفكرة عبارة عن ايه؟ ان انا اول ما بسطبه بيبقى موجود هنا، اقدر ان انا اكتفه واقدر ان انا اشتغل بيه. تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل مثلا لوج، فتدخل بالحساب بتاعك. فانا هنا مثلا كنت معلم على الجزء ده، فالدوري باللون الاخضر. ممكن تعلم على اي جزء وتدي له مثلا اللون الاصفر، بحيث يبقى عندك مفكرة بكل الكلمات اللي عجبتك. ممكن تكون اقتباسات او مواقع مهمة او حاجة مثلا في الدرس، يعني ده هيبقى يعتبر ايه. في اي لحظة تدخل على الحساب بتاعك تلاقي كل الحاجات اللي انت قريتها وعجبتك في الفترة اللي فاتت. ممكن تضيف نوت هنا، تمام، بحيث مثلا تكتب مثلا اف اف مثلا. طيب هنا مثلا ممكن تيجي هنا تقول له دي مثلا ايه، شير ان تويتر، تروح انت بشير على تويتر وهكذا. ففي أي لحظة ممكن في أي وقت تروح شايف كل الكلام اللي عجبك، ممكن تنسخ كل الكلام اللي عجبك، الاقتباسات اللي أنت عملتها وهكذا. فدي تبقى زي مفكرة ليك. ولو أنت في أي لحظة تيجي تقدر تدوس هنا وتقول له أنا عايز أحذفها أو عايز أعملها أنبن أو عايز أعملها مانج، تقدر إن أنت تتحكم فيها.